اه احنا نغير التحدي. خلاص اقول لك على حاجه يا عم، لو كسبت خد الاكونت بتاعي وربنا ما حالك. طب استنى انا جاب الكلام، بس تست مايك تست مايك. الو الو، سو يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم عمصر في فيديو جديد. اول حاجه عايزينكم نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه بقى يا زميلي، طبعا عمبور اخويا وحبيبي من زمان، بس اول مره يظهر في القناه عملنا حرب سكنات. كلمت قلت له يا زميلي تحدي تاني، وقلب التحدي جد يا جدعان، وبنلعبه على الاكونتات دلوقتي. طبعا يا زميلي كل حاجه تفهمها في الفيديو، وفيديو يا جدعان حاجه من عريض تقيل. فبس يا زميلي مش عايز اقول لك في المقدمه، بس هتشوف واحد من امتع الفيديوهات اللي هتشوفها. في مفاجاه يا جدعان، وعايز اخد رايكم في اخر الفيديو، بس حاجه مهمه قوي. بروس لايك فا شكرا شكرا شكرا. وبص يا زميلي مش هطول عليك، بس انا وقعت خلاص، عايزك تنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس يعني لاجل الوقعه دي، عشان تروق عليا يا زميلي عشان اوصل 600,000. انا واثق فيك يا اخويا، انت اخويا وقدها. بس ثانيه واحده، عايز تكسب رويال بس وشداد؟ بص يا زميلي انا عارف ان لسه الرويال بس نازل، وانت طبعا حد من اتنين، يا اما شحنت الرويال بس يا اما ما شحنتش الرويال بس. عشان كده انا هخليك تشحن الرويال بس النهارده برعايه تطبيق الهدف. تطبيق الهدف يا زميلي ببساطه ابلكيشن بتجاوب عليه اسئله وبتشوف فيه اعلانات وبتجمع نقاطك وبتحولها لشداد. فكل اللي عليك يا زميلي ان انت تمسك موبايلك دلوقتي وتضغط على الرابط اللي تحت في الوصف، وهتنزل في المدونه تحت لغايه ما تلاقي حاجه اسمها للتحميل اضغط هنا وتحمل الابلكيشن. هتلاقي ابلكيشن اسمه الهدف، اعمل له انستول وحمله عادي. بس عشان تفتح الابلكيشن ده محتاج في بي ان عشان يشتغل معاك. فعل اي في بي ان على اي دوله وهيشتغل معاك عادي. زي ما قلت لك في اول الفيديو ان انت بتجاوب على اسئله، والاسئله دي بتتحول لنقط، والنقط انت بقى بتحولها لشداد. ازاي؟ فبس يا زميلي قعدت حبه اجاوب على الاسئله، بعد كده تضغط على المعرف الخاص بك، هتدخل اسمك والبريد الالكتروني والرقم بتاعك. هيظهر قدامك عدد النقط اللي انت تقدر تشحن بيها شداد او فري فاير او بطاقه جوجل او اي حاجه انت عايزها. 100,000 نقطه ب 770 يو سي، يعني الرويال باس ب 50,000 نقطه تقريبا. فبس يا زميلي الابلكيشن هدف هتلاقيه تحت في الوصف او في التعليق المسبق. ويلا بينا. اه يا عم جميلة ما شاء الله يا راجل، هو ده الاكونت بتاعك؟ عيب عليك احمد يا اسطى، شايف اللقب اللي معايا؟ بس زميلي استنى بس، انا عمال بدور عليك، عمال بدور عليك في مش لاقي يا امسول، انت غيرته امتى؟ اه يا عم انا ببيع الاكونت فاهمني، ما عندكش شيء. اشتري منك بكام يا صاحبي؟ ما غلاش عليك ببلاش. يا ده غالي قوي. لا يا عم ايوه عليك يا زميلي. بص صلي بينا على النبي بقى. عليه الصلاه والسلام، احنا عملنا حرب سكنات وانا كسبتك مره وانت كسبتني مره، ده كده تعادل. بص اقول لك على حاجه، شوف انت عايز تلعب ايه وانا معاك فيه عادي، مفيش مشكله. لا يا زميلي اصل الام 4 بقى وبتاع، لا لا سنايبر فاهم، سنايبر كويكات طرش فاهم. يا عم انا موافق ماشي. طيب يلا بينا يا جدعان. بيخطفني الله 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 الله. طب استنى اما اجيبها. طيب طيب لا انا قصدي على الموميا الصفرا، استنى اما اجيبها. اه انت ما جبتهاش لسه؟ لسه والله فاضل لي 400 عمله مستني. احنا نقلبها حرب سكنات. طب استنى كده بقى معاك دي. قصدك ايه؟ خلي بالك انا معايا اخوك الصغير. لا انا ده بقى لوحده فاهم. طب بقول لك ايه، يلا فرعون، انت الكبير وانا الصغير. ما وحش يا اسطى الفرعون ده، وحش قوي في التحديات مش حلو. لا جميل، العب يلا بينا يلا بينا سميلي. الفرعون ده تقيل قوي، انا ما بحبش العب بيه على فكره، شكله حلو بس. ولا انا اقسم بالله، بس هو هي فرعون. خلي بالك انا بقالي ياما قوي ما لعبتش سنايبر يا اسطى. انا بقالي كتير ما لعبتش بابجي اصلا. انت عايز تلعب ضد الناس اللي بتشوفك من ورا الحيطه؟ اه والله يا جدعان والعيال بتحزق حظ. لا لا اللعبه بقت صعبه. معاك يا زميلي سنايبر ايه؟ انا معايا بتاعت الفرعون. انا معايا ايه ده يا اسطى؟ في انت تقلدني؟ انا معايا الام 24 بتاعت الفرعون. طب يا زميلي على الشمال. ايوه زي ما انت كده. انا جاي من على اليمين. تعالى يا جدعان جامد قوي اللبس. استنى بس، ده انا كل ما بضرب طلع بينور وانا من كده مش بشوفك. بتنور ازاي؟ انت بتنور اصلا يا زميلي، انت منور قدام يا زميلي. انا مش شايف حاجه. لا 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 اقلع يا زميلي. والله انا ما شايف حاجه تخيل. على فكره والله انا مش حلوه قد كده يعني، شكلها حلو بس يا سبت. اه ايه ده؟ طلع اهو طلع اهو. ايه ما جاتش؟ بقول لك ايه، الشغله دي مش نافعه والله. بص طلع يا جدعان، طلع رايح له يا جدعان، بينور يا جدعان. انا مش فاهم انا ايه ده، انت حاطط للداتا زميلي ولا ايه؟ خد بالك بقى. لا ما هو الليفل اعلى اكيد في ميزه ان انا ليا الاولويه. بالظبط كده. ما بشوفكش يا زميلي والله، انت عندي منور خالص. ده نورك يا صاحبي حبيبي. استنى لما اجي لك. والله كده ماشي. ابلع احلى حاجه في المستودع ولا بنور ولا انا في حاجه. يا زميلي ما تبصليش يا زميلي، خلي بالك خلي بالك على دماغك والله. با عتيق نور ابيض، ما بتجيش يا جدعان. هي بتيجي في النور. طيب لا يا بص ما شكرا شكرا، انا اسف والله انا اسف.
بص انا بالنور اللي هو انا مش عارف انا سبيل. المشكله انا اتش دي ار كمان فاهم، فالموضوع اوفر. مش معاك ايه يا جدعان؟ راح الكوكتات بتاعتي راحت فين يا جدعان؟ والله واحده الثانيه بقى انا بقى معمر بقى. استنى نجاي اهو يا عم. هو في ايه يا طول عمرها بتعمر بسرعه جايه في التحدي وما تعمرش يا جدعان؟ ما بيموتش ازميلي. هو انت بس ازاي يعني في رجلك ازميلي؟ ازاي في رجلك انت ده؟ ايه ايه يا عم انا اخد كفر والله. والله طلعت غصب عني. يا دوبك دخلت كانت الطلقه وصلت على طول. بقول لك يا خالي خد دي. ايه ده؟ خد دي. بص 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 خد دي. ماشي شكرا. ما تاخد يا اسطى. ما بتاخدش ليه يا اسطى؟ ما تاخد يا عم. خلي بالك انا لما بلبس الفرعون ده بحس ان اللعبه بتخرق والله. في حاجه غريبه مفاجاه يا جدعان. ما يا جدعان ما بي ايوه الحوار بتاع الطلقتين ده رخم قوي. طلعش البوكس. لا والله ضربك في الفيست بس دي ضربك في الرجل الصراحه. بس ايش تعالى يا اله الا الله. بص انا هطلع عشان تموتني على طول. ماشي حبيبي حبيبي. اصل الطلقه بتاع بص الطلقه بتاعتك ارجل من الطلقه بتاعتي فاهم؟ ايوه هو الليفل ده بيفرق. ايوه فعلا. انا مش بتوصل لك بنور شديد فانت بتشوف. طب استنى ما اكمل كلامي. طيب انزل انت كفر. انا جبتك كفر تقريبا انا مش عارف. ايوه ايوه انت الطلقه بتاعتك وصلت اسرع من بتاعتي زي دي دلوقتي فاهمني. انا تقريبا اللاعب عندي شرق وهو بيضرب الطلقه. ايه ده؟ يا جدعان سريع قوي يا جدعان بصراحه. خلي بالك الفرعون ده انا ما اعرفش ان هو يبقى كده. انا مش شايف منه والله. انا عايز ابقى اديك الحساب مثلا او تلعب بيه مره تجرب تشوف عامل ازاي. انا نفسي اجربه فعلا بصراحه. ما جربتوش خالص والله يا طب, طب لو كسبته تديهوني اجربه؟ لو كسبت اه احنا نغير التحدي. خلاص اقول لك على حاجه يا عم. لو كسبت خد الاكونت بتاعي وربنا محالك. طب استنى بكمل كلام. تعال لو ربنا محالك. لا يا زميلي لا لا خل ايوه عليك. مش هتحل من دلوقتي بقى. من دلوقتي ايوه عليك وربنا محالك. وفين يا بقى يا جدعان تفعيل وضع الحظ؟ اقول لك يا زميلي انت هتشوف لعبه مقرف بصراحه. استنى يبقى اجي من على اليمين بقى. بس ايوه كده اللعبه مجلشه معايا والموضوع جميل. يلا بينا. ايه ده 9 8 ماكس مره واحده. ايه ده؟ ما بيموتش والله. فكرتك موت. لا كده مان. ايه الحركه اللي انت عملتها؟ انا ضربت طلقه وشلت السلاح ونطيت فوق وعملت كل حاجه. انا في ارضي. انا في ارضي مكمبر. انت رجعت ولا ايه؟ ايوه انت ممكن تيجي من هنا صح؟ دب ما جاتش. دب ما جاتش. دب انا اسف. ما تحضنيش بقى. استنى ما جينا معمر والله. لا يا جدعان لازم اخد الاكونت. هو تقريبا كده اللي بيعمر بيموت يعني. ما فيش حد فينا يعمر بقى دلوقتي. استنى بقى معمر القناصتين قبل ما تيجي خالص. ماشي ايوه عشان نلحق بس. ايه خلاص انا هاجي لك. بص انا هاجي لك. انا جاي اهو. لا يا جدعان ما ينفعش اخسر والله. ما ينفع والله ما ينفع. طاسه في الطاسه. انا سمعت حاجه بتطرقع فات. طب ازمن انا في ارضي مطمن. يا كانت هتيجي. انت فين؟ حلوه دي والله. على فكره طلعت دم اخضر على فكره. ايوه بس الطلقه بتاعتي اصلا بتاعتك كانت اسرع فعلا. بقول لك ايه يا زميلي؟ ما تبايكش. هو انت هتعمل ايه؟ خايف ابايك بجد. كده؟ طلقه طلقه. بص احنا كل واحد نبش بقى. نبش نبش. كده؟ انت لو كنت طلعت كانت هتيجي. ما تعملش انت ما تعملش ما تعملش. اه عارف جنبه. ابلع 104 ليه؟ هو انت مصفح؟ انا احزق بصراحه. هي مش بالحب دلوقتي المره دي. اوب طلقه يا جدعان. ما بيموتش من طلقه. هو انت ممكن تيجي من ايه؟ من هنا كده؟ طب والله واخد طلقه صح؟ عارف عارف. طب ليه؟ في رجلي مش عارف ازاي اصلا في رجلي. لا يا عم ده في جسد ده في صدرك يا اسطى. استنى استنى اديك واحده. وانا بضرب نفسي ولا ايه؟ هو حس الاحتراف جه فاهمني. بس سمعت ست الاكونت لقيت نفسي كده. ايه
ماشي حبيبي في حبيبي، لسه ما كملتش الجمله فاهم. يا نهار ابيض استنى عشان ده في ثلاثه فرق. بص انا اقعد هنا بقى شويه. هو انت فاتح سكوب عليا؟ انا لسه ما جيتش. طب بص انا هاجي 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 انا سامع. انا جاي اهو. هنا بادي بادي. بص انا عايز اقول لك ان الاثنين بادي دول انا مش قصدهم الحمد لله. انا كفر والله. انا كفر يا عم. واحده وانت طاير. لا يا جدعان الفرق بيقل. لا يا جدعان ابلع. انا كده بابجي من طلقه بالله عليك يا بابجي. لا مش من طلقه بابجي بالله عليك. جاتش ولا انت كنت لسه صحه بت اه واحده تانية. الحمد لله. ايوه كده. ايوه بقى اشتغلي معايا كده من طلقه. ودي اه انا حاسس الطلقه بتطلع من قبل ما افتح السكوب. هو ده التحديث الجديد؟ اه والله. اه ثواني بقى يا اسطى. بقى يا اسطى بقى اصل اللي بعده بيتخرف. واحد. لا 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 يا رب ما اموت. اوه الحمد لله. حاسس اقسم لمن بس انا عايز اقول لك ان دي اخر طلقه معوق. اخر طلقه في القناصه وجت في دماغي اللي هو عشان ايه. اوه جيمني. لا 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 هيجي. هو هيجي حاجه انا صح. لا مش هيجي. اه بادي ولا بادي كمان بادي. يا جدعان مديله الطلقه. يا جدعان والله حرام. يا عم الفرعون ده بينور والله وعاملها اتش دي ار. حاسس اللي هو اه ازميلي 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 بص ازميلي بص ازميلي اداني طلقه. لا 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 كده خلاص بقى انا فرقت بواحد. نرجع بقى من تاني. اه جدي يا جدعان والله العظيم. انا بس استخبى واحده كده. ايوه يا ابني بطل تحضني يا ابني. يا عم اسطى انا اسف يا اسطى بس الموضوع. لا عايز اقول لك كنت داخل على البوكسات عمال بضرب وخلاص. ممكن تيجي من هنا؟ يا عم كفايه تنور بقى ووفر كهرباء. يا جدعان الاكونت راح يا جدعان. بص اقول لك على حاجه. 47 ثانيه جيب 3 كيل. انا هبوش يلا. ايه يا اسطى انت؟ استنى بقى انا جاي انا جاي فوق تحت. انت فين؟ اه انا بلف حوالين نفسي. فاضل اتنين على فكره. انا هجيلك هجيلك. لو انت قتلتني كل في 15 ثانيه. والله يا زميلي انت راجل جدع طول عمرك يا زميلي. عمرك اسطوره والله. بص انا هاجي وانا جاي انا جاي. انا بقى ايوه. لا 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 يا اسطى لا تحزرني. بضرب زيك وخلاص. انت يا ابني مش طلعت البوكسات دلوقتي. انا بس انا مستنيك ورا الخشب. تعالى ثاني خشبة. اه شفت الخيال بتاعك على فكرة. اه 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 واحدة. لا 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 الثانية. لا الثانية بيفتح سبيوت. الثانية يا نهار ابيض. تيم فيكتوري ازاي؟ بقول لك انا احنا في تحديات يا اسطى. لما بنتعادل اللي خسرنا وتعادل هو الكسبان. اكيد صاحب الفيديو ليه الاولوية. بالظبط. هات لي بقى الاكونت بتاعك بعد اذنك. عيوني خلصانة يا زميلي. يا نهار ابيض. فبس يا جدعان بعد ما كسبت طبعا انتوا عارفين ان انا كسبت الروم وكسبت حساب عنبور. ايه رايكم يا جدعان نعمله استعراض ليه بكره كله ونشوف الحاجات الجامده اللي فيه؟ هاخد رايكم تحت في الكومنتات. اللي هنعمله في الفيديو اللي هنعمله في الاكونت الفتره الجايه. سلام عليكم.